القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. ينص قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 على ضرورة مشاركة 5% من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، لكن هذه النسبة لا تصل إلى الحد المطلوب، حيث لا يتم العمل بهذا القانون رغم إقراره منذ سنوات. وكخطوة أولى، أعلن رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زايد في مؤتمر صحفي عن بدء تطبيق قانون الوظيفة العمومية الخاصة بتعيين 5% من الأشخاص من ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بدءا من العام الجاري. عقدنا العزم نحن وكل مؤسسات السلطة الوطنية على أن نبدأ في هذا العام بخطوة مهمة، ألا وهي تطبيق ما جاء في قوانيننا الناظمة للوظيفة العمومية بأن يكون 5% من نسبة الذين يعينوا في كافة مؤسسات السلطة الوطنية هم من ذوي الإعاقة. وستتم آلية التعيين بناء على قانون الخدمة المدنية بما يضمن عدم التمييز بين الشخص المتقدم من ذوي الإعاقة أو غيره. طبقا لقانون الخدمة المدنية مش رح يكون تمييز انه والله هدول هم اشخاص معاقين لازم ناخذهم وننقي، لا، بدهم يدخلوا اعلان ومسابقة، رح ينزل اعلان بالصحف، رح يدخلوا لمسابقة مقابلة، رح يجري تعيينهم حسب الاولوية حسب ترتيبهم في دور المقابلات. وطالب عدد من الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بتطبيق القانون باسرع وقت مع ضرورة تهيئة بيئة العمل لكافة الاعاقات. اتمنى انه هذا القرار يتنفذ، لكن يتنفذ بشكل صح، لأنه التخوفات اللي أنا حكيتها لسيادة الوزير إنه يعني تهيئة بيئة العمل لكافة الإعاقات، مش بس الإعاقة الحركية، لازم الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية. واعتبر البعض أنه ورغم إيجابيات هذا القانون إلا أنه لا يعني أن هذه النسبة يجب أن تكون المحددة الأساسية عند التوظيف، بل يجب تعيين الأشخاص بناء على خبرتهم وكفاءتهم. أتمنى أنه ما تكون قصة أنه في نسبة 5% ولا 10%، إذا كانت الوظيفة تتلائم مع الشخص المعاق، مع الإنسان العادي، وظيفة ليست بحاجة إلى العمل في مزرعة أو في بطون أو إلى آخره، إنه يكون كل إنسان يقدر يتقدم لهذه الوظيفة بدون ما يكون في هناك نسبة. ليش ما كل إنسان يتقدم لهذه الوظيفة؟ سواء بجزء إنسان معاك يكون عنده القدرة إنه يكون بهذا الوظيفة أكثر من إنسان عادي يساوي. هذا ويبقى مستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة محكوما بتطبيق هذا القانون وغيره من القوانين التي تسهل حياتهم وتجعلهم قادرين على الانخراط والمشاركة وصنع القرار. شيرين الفار، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.